شكرا لمعلقنا المتميز تامر عبد السلام. التعادل الايجابي 1-1 هو كانت نتيجه المباراه الختاميه في بطوله الجمهوريه مواليد 2003. وزي ما حضراتكم عارفين ان النادي الاهلي حسم البطوله من المباراه السابقه امام الزمالك اللي قدر يفوز فيها في ملعب الزمالك في 100 عقبه 2-1. فكان تتويج النادي الاهلي بالمباراه قبل الاخيره. زي ما احنا شايفينه ده مع حضراتكم ده احتفال لاعبي النادي الاهلي مع مش هنقول للجماهير بقى مع اصحابهم مع اولياء امورهم اسرهم. وده احتفال لاعبي النادي الاهلي ببطوله الجمهوريه. كانت بطوله قويه وكان مشوار طويل وقدر في النهايه كالعاده النادي الاهلي بلاعبيه يتواجوا بهذه البطوله. ودي البطوله الثالثه في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. النادي الاهلي كان حصل على بطوله 2003 و2005 و2007. كابتن حشيش موسم رائع للنادي الاهلي انتهى بتتويج 2003 ومجهود رائع يحسب لكل القائمين في قطاع الناشئين بدايه من لجنه التخطيط ومجلس اداره كابتن خالد بيبو الجهاز الفني 2003 الجهاز الطبي الاداري كل المنظومه. طبعا نجاح طبعا لمجلس اداره النادي الاهلي ورئيس قطاع الناشئين بالنادي الاهلي خالد بيبو. الحقيقه بطولات كتيره لعيبه مميزه. المباراه عباره عن الاحتفال طبعا البطوله هي اهم حاجه فيها ان شاء الله. الاحتفال ده اللي بيتعمل يمكن لاول مره السنه دي انه يتعمل احتفال في الملعب عشان اللعيبه برضه تحس ويبقى فيه حاجه مسجله بالنسبه لهم يعني باخدهم البطوله دي. بطوله الجمهوريه بطوله كبيره مش بطوله قليله. المباراه كده او الشوط الثاني في عجاله ان يعني الفرق بين النادي الاهلي ونادي الزد النادي الاهلي ضامن البطوله. اللعيبه طبعا ضامنه خلاص ضمنت البطوله فكان في نوع من الاسترخاء شويه. فرقه زد طبعا واخده المركز الثالث عايزه تبين عندها دوافع انها تبين برضو يعني مستواها او انها لعيبه على مستوى كويس وفريق على مستوى كويس قدام طبعا النادي الاهلي على ملعبه ان هو يطلع بنتيجه كويسه. وفي حد ذاته طبعا النتيجه التعادل ده حاجه كويسه بالنسبه لفريق زد وقطاع محترم ولعيبه محترمه. بنبارك طبعا للنادي الاهلي وفي انتظار طبعا نشوف بقى الاحتفاليه الجميله ونحتفل مع اللعيبه يعني. طيب هنروح لملعب المباراه ومعانا زميلنا فاروق صلاح ومعاه المدير الفني الكابتن محمد شرف اللي بنقول له الف مبروك. وتفضل يا فاروق. من جديد بجد التحيه بيك يا كابتن اسامه وبضيفيك الكريمين كابتن مصر الكابتن محمد حشيش والدكتور احمد ثابت وكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. واحد من ابناء النادي الاهلي اللي النادي الاهلي وقت ما بيحتاجه بيكون موجود، احتاجوه فتره في الفريق الاول كان موجود، في قطاع الناشئين بيكون موجود. واحد من ابناء الاهلي المخلصين الكابتن محمد شرف المدير الفني للفريق والمتوج بطلا للبطوله. كابتن شرف ببارك لك. تحياتي الكابتن اسامه الكابتن حشيش دكتور احمد ثابت. مجهود كبير على مدار الموسم النهارده بيكلل بالتتويج الفوز بالبطوله. الحمد لله كله فضل ونعمه من ربنا. بشكركم قناه الاهلي وكابتن اسامه وكابتن حشيش كل الناس اللي كانت في ظهرنا من اول الموسم. كان في رهان من اول الموسم ان احنا هناخد البطوله واللعيبه الحمد لله كانوا قد الرهان ده من اول يوم لاخر يوم. بشكرهم على الانضباط والالتزام وربنا دايما بيدي لكل واحد بيتعب وكل واحد بيجتهد هم يستحقوها السنه دي. بشكر الجهاز الفني والاداري والطبي كل الناس كانت على قلب رجل واحد. فترة كنت تعبان كانوا معايا كل يوم كل تفاصيل الفرقة. الحمد لله ربنا كلل تعبنا وصبرنا عليها كتير. كذا سنة الأمور ما كانتش بتبقى أحسن حاجة لكن السنة دي تعطلنا كمان كتير لكن الحمد لله كل اللي يجيبه ربنا خير. احنا بنحسم في المنافس التقليدي نادي الزمالك في الزمالك دي حاجة فرحة لوحدها. النهاردة بنشكر فرقة زد على الأداء وعلى الاستقبال وعلى الاحتفال بينا. الحمد لله بطولة ناجحة جدا. أولا أنا عايز أوضح بس للناس إن دي من أحسن البطولات اللي أنا لعبتها في قطاع الناشئين من ساعة ما ابتديت لحد دلوقتي. في خمس فرق بينافسوك انت مش عارف مين التاني انت كل اسبوع يجي لك المصري مره بيجي لك الاسماعيلي مره سموحه مره الزمالك مره زد النهارده تالت بطوله قويه جدا والحمد لله ان احنا حسمناها وطبعا في ملعب الزمالك. وبشكر جدا خالد بيبو اللي من اول يوم لحد النهارده وهو في ظهر اللعيبه وكان بيراهن عليهم ان هم ان شاء الله ياخدوا البطوله. اتمنى ان
المرحلة الثانية تكون إن شاء الله بإذن الله أكبر عدد فيهم نستفيد بيهم إن شاء الله في الدرجة الأولى بإذن الله. كابتن شرف واحد من أبناء النادي الأهلي اللي ما يقدرش يتأخر عن تلبية نداء النادي الأهلي، في أي وقت الكابتن شرف النادي الأهلي بيحتاجه بيكون موجود، وده دايماً اللي متعودين عليه من ولاد النادي الأهلي. طبعاً ده يعني بيتنا وحياتنا كلها عشناها جوه النادي الأهلي، في أي وقت إحنا بنبقى مستمتعين من قبل ما أكون إضافة للمكان، أنا ببقى مستمتع وأنا موجود في النادي. الحمد لله كلهم يعني ولادي وإخواتي، بشكر كل الناس فترة تعبي. أنت يمكن كنت موجودة فاروق، مستشفى ما كانش بيبقى فيه وقت من كتر الزحمة، الناس موجودة، كل ده الحب اللي الواحد بياخده من الشغلانة بتاعتنا علاقته بالناس كلها. بشكر كل الناس اللي جات لي وكانت معايا في الفترة دي، كانت فترة صعبة، كابتن علي ماهر، كابتن سيد عبد الحفيظ، كابتن سامي قمصاني، كابتن كشك، كل اخواتي اللي كانوا معايا في الفتره دي، كابتن سيد غريب، كل القطاع كانوا موجودين معايا. وهو ده، هو ده بيتك. لما تعبت لقيتهم كلهم في ظهري، اخواتي اللي انا ربنا اكرمني بيهم. الحمد لله فتره جميله وربنا قلل تعبنا ببطوله جميله واجواء جميله. كابتن حشيش بيقول لك مبروك يا شرف، انت حبيب الكل. حبيبي يا كابتن حشيش، كابتني وقدوتي، كان من احسن اللعيبه اللي لعبوا في مركز الليبرو، كابتن اسامه اخويا، وكان دايما تفاصيل يمكن بره الهوا كان على طول معايا الدكتور احمد ثابت. كل يعني الولاد خلي بالك وصل لهم قوي ده، ان الناس في ظهرهم، ان الناس مستنيه منهم كتير. ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه الامل الثاني ان احنا نشوفهم ان شاء الله باذن الله صف ثاني في ظهر الدرجه الاولى باذن الله. شكرا يا كابتن شرف والتوفيق باذن الله، ودايما نبارك لك في البطولات. حبيبي حبيبي، شكرا. كلمة أعتقد من القلب يا كابتن أسامة مهم جدا، إن بيتي كان في ظهري في وقت الشدة، هو ده اللي متعودين عليه من النادي الأهلي ومن ولاد النادي الأهلي. مليون مبروك للكابتن محمد شرف والجهاز الفني واللاعبين، ومستمرين معاك يا كابتن أسامة طبعا في تغطيتنا لتتويج فريق النادي الأهلي مواليد 2003 بطل لبطولة الجمهورية هذا الموسم. وهي دي يا فاروق عادة النادي الأهلي، عمره ما بيتخلى عن أبنائه، ومحمد شرف أو الكابتن محمد شرف واحد من أبناء النادي الأهلي. بعد قليلة كابتن حشيش يا دكتور ثابت هيكون في مراسم التتويج بقى، والأول مرة واحنا كنا بالنادي بيها السنة اللي فاتت. صحيح. وقلنا يا ريت يكون في مراسم تتويج بعد أي بطولة للناشئين، لحظات بتكون حلوة وبتترك أثر يعني طيب للاعبين، إنك على مدار موسم طويل اشتغلت وتعبت فيه بيكون في مراسم تتويج. وحتى اي بطوله اسامه لازم يبقى فيها في الاخر اللعيبه تحس انها في حاجه استلموها، يعني ميداليات، اي حاجه رمزيه. بس تحس ان في ناس او الجهه اللي منظمه للمسابقه دي بتتوج البطل، يعني ما تبقاش اسم بس كده فاز فريق الاهلي بالبطوله بس، لا لازم يبقى فيه زي يوم. كابتن صلاح علي مدير لجنه المسابقات طبعاً للناشئين في اتحاد الكره النهارده، النشيط صراحه، نشيط بصراحه، وشايل حمل كبير يعني. دكتور ثابت، مصطفى مخلوف واحد من نجوم النادي الاهلي، حارس مرمى صاعد واعد، ما نقدرش نغفل دور مصطفى مخلوف، وهيكون حاجه مستقبل للنادي الاهلي. انا بشوفه احسن حارس في قطاع الناشئين في النادي الاهلي، ليه تصديات رائعه النهارده. انا بشوفه من السنه اللي فاتت احسن حارس في قطاع الناشئين في النادي الاهلي صاعد، هو الحارس مصطفى مخلوف 2003، حارس منتخب الشباب النهارده، عمل انقاذين في منتهى الروعه النهارده قدام نادي الزد. بص الانقاذ الاولاني في الدقيقه 51، بص سرعه رد الفعل وبالايد العكسيه، ارجع ثواني كده، مخرجنا محمد الدكروري، بص هنا التكمله، كمان بص الشوطه دي، بص هنا التصديين بصراحه في منتهى الروعه وسرعه رد فعل، كمان عنده مقومات حارس المرمى يعني بستايل الشناوي. الطول، الشخصيه، التصدي، سرعه رد الفعل، بيلعب برجله كويس قوي، بيلعب برجله كويس، فهو عنده مقومات حارس المرمى. انا بشوفه ان هو افضل حارس مرمى موجود في قطاع الناشئين في النادي الاهلي. صحيح. جاي وبرده في كذا حارس برده، بس انا بشوف ان ده افضل حارس وهنختاره برده في التشكيله المثاليه النهارده. الف مبروك للنادي الاهلي البطوله دي. انا بشوف ان البطوله دي زي ما كابتن محمد شرف قال، البطوله دي غاليه على النادي الاهلي، لان احنا بقالنا فتره ما بناخدش بطوله 2003، دوري الجمهوريه 2003، دي اول حاجه. الحاجه الثانيه خلي بالك دول عمال بقى الملعب، يعني برضو في الوقت الاحتفالات لو قلنا الجهاز الفني جنود مجهوله. صح. ناس بتشتغل على مدار الموسم، واحنا شايفين اللقطات دي على الهواء، الناس بتشتغل في الملعب علشان تشوف ملعب زي ده افضل مستوى، ما بتشوفوش ممكن في الدوري الممتاز او في القسم الثاني، لما بتلعب عليه مباريات الناشئين، فعندك ستاف وعندك عمال. صح. ناس بتشتغل وتتعب علشان تطلع ناشئ كويس من خلال ملعب كويس. ولفته برضو طيبه الحارس اللي هو اللي كان
توفى ده حارس مرمى الاهلي اللي توفاه الله اثناء الموسم، وشايفين مشاركه لاعبي النادي الاهلي وفي لحظه زي دي يعني ما بينسوش زميلهم اللي كان موجود معاهم. طيب معانا فاروق صلاح. طيب نروح لملعب المباراه مره اخرى واحتفالات النادي الاهلي ونروح لزميلنا فاروق صلاح، واتفضل يا فاروق. من جديد ده بجدد التحيه بيك يا كابتن اسامه وبالكابتن محمد حشيش والدكتور احمد ثابت، مع واحد من نجوم الفريق على مدار الموسم اللي كان موجود يعني وموجود كبير جدا جدا بوزل منه، سواء في وجوده مع الفريق الاول وايضا وجوده مع فريق 2003 ميدو نبيل. كابتن الفريق ميدو ورحب بيك. النهارده تكليل للموسم وتعب وماتشات صعبه وظروف صعبه، النهارده بتتوجوا ابطال البطوله، مليون مبروك يا ميدو، تعب الموسم النهارده بيكتمل بالفوز بالبطوله. مرحب بكابتن اسامه وكابتن حشيش والدكتور احمد ثابت، انا ببارك لهم طبعا على البطوله وببارك للعيبه والجهاز الفني وكابتن خالد وكابتن خالد ومستر مايكل يعني وعم رمضان وعم سونج وكابتن وليد سليمان برضه، الناس دي كلها تعبت معانا من اول السنه لاخر السنه، يعني ربنا كلل مجهودنا النهارده بالبطوله الحمد لله. الناس كلها تعبت، بشكر اللعيبه ومن اول واحد لاخر واحد كل الناس تعبت بصراحه يعني، فانا ببارك لهم على البطوله والحمد لله يعني ربنا كرمنا بعد تعب السنه كلها. ميدو انت موجود معاك والكابتن خالد بيبو بيتكلموا، قال لك كلمه مهمه جدا، قال لك انا دوري وشغلتي موجود هنا عشان اطلعك فريق اول، اعتقد الكلمه دي بيقام عليها قطاع الناشئين في النادي الاهلي. طبعا حتى هو قبل الماتش اتكلم معايا في الحته دي، قال لي انا دوري ان انا اطلع الناس من هنا فريق اول، مش مهم البطولات، البطولات دي للعيبه والنادي بتتحسب للعيب، لكن اهم حاجه عندنا ان انا اطلع اللعيب درجه اولى، فاحنا كل واحد بيستنى فرصته ان هي تجيله، ولو ما تجيله اهم حاجه يمسك فيها بس. البطوله دي بتمثل لك يا ميدو، وانا اعتقد اول بطوله الجمهوريه 2003 اكيد بالنسبه لكم مجهود سنين كتير جدا. اكيد طبعا يعني المجهود مش عايز اقول لك، من اول السنه كابتن شرف من اول شهر 7 لحد النهارده ما بخلش علينا باي نقطه مجهود بصراحه، فاحنا بنشكره وبنشكر الجهاز الفني كله باللعيبه بكل الناس اللي كانت موجوده معانا وساعدتنا يعني. بشكرك يا ميدو بالتوفيق ومستنيين منكم كتير باذن الله. الله باذن الله. شكرا فاروق حبيبي. كابتن اسامه ده كان لقاءنا مع ميدو نبيل كابتن فريق النادي الاهلي، ومستمرين طبعا في تغطيتنا لتتويج النادي الاهلي بطل بطوله الجمهوريه مواليد 2003. طمنا على التجهيز لمراسم التتويج، اخبارها ايه دلوقتي؟ يعني في الوقت اللي انا بكلم حضرتك طبعا موجود طبعا الكابتن صلاح علي رئيس لجنه المسابقات بالاتحاد المصري للبطولات للناشئين، بيتم التجهيز دلوقتي للترتيب لاعبي النادي الاهلي مع اسرهم بالتقط الصور التذكاريه مع الافراد الجهاز الفني بالكامل مع يعني كل افراد المنظومه الرياضيه في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، بيتم التجهيز طبعا لحفل التتويج وتتويج النادي الاهلي وتقليد اللاعبين ميداليات البطوله باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا، ولسه مستمرين معاك يا فاروق علشان ناخد مراسم التتويج وايضا الابطال بقى ابطال 2003 اللي شرفونا والاحتفالات، وكمان موجود في الاحتفالات كابتن تامر حفني كمان يعني مسؤول عن البراعم النادي الاهلي، والبراعم برضو كمان عملت مستوى اكثر من رائع ونتائج رائعه السنه دي. البراعم عندنا 2005 2003 2007 وكان موسم اكثر من رائع، وشايفين اهداء من لاعبي 2003 ابطال الجمهوريه للكابتن محمد شرف، وده درع حلو من لاعيبه النادي الاهلي ولاعبي النادي الاهلي للمدير الفني والاب بتاعهم الكابتن محمد شرف اللي بيعتبروه قدوه ومثل ليهم وكان واقف معاهم على مدار الموسم. لفته جديده وجميله من اللعيبه، يبقى في اهداء لطبعا المدير الفني، دي حاجه جميله جدا جدا يعني، واضح ان في ارتباط كبير بالكابتن شرف ودي حاجة كويسة قوي بصراحة، أنا يعني أول مرة أشوفها دي، يعني يبقى في درع من اللعيبة للمدير الفني بتاعهم. واللفتة كمان الطيبة صورة الحارس زياد إيهاب اللي هو توفى 2003 مواليد 2003، فإن أنت يعني إن هو لسه في ذاكراتهم، فدي دي حاجة دعم وبرضه بتدل على الروح الطيبة الموجودة دايما في فريق النادي الأهلي. تعالوا بقى معانا لقطة حلوة كنا أخدناها قبل بداية اللقاء، ميدو سما وهو بيحتفل مع والدته في ملعب ميت عوبة لما أحرز هدف. النهارده معانا والده ميدو اسامه بعد تتويج الاهلي ببطوله الجمهوريه مع زميلنا فاروق صلاح، اتفضل يا فاروق قول لها الف مبروك.
طبعا بجدد التحيه ليك يا كابتن اسامه والكابتن محمد حشيش والدكتور احمد ده ثابت. دايما بتبقى هي جيشك، هي امانك، هي سندك، هي اكتر انسانه في الدنيا بتبذل مجهود، بتشوف عايزه بتتمنى ان هي تشوفك احسن منها واحسن انسان في الدنيا. الام اللي دورها كبير جدا، طبعا كلنا لامسين هذا الامر يا كابتن اسامه، ودور يعني اولياء الامور في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، وليس في النادي الاهلي بس، ولكن الام بصفه عامه ليها دور كبير جدا. هي اللي بتدي لك القوه، هي اللي بتبقى معاك في اغلب الظروف وفي كل الاوقات. الاستاذه ريهام معالي والد التمييز اسامه صوره قلبت الدنيا. دايما بنقول الام هي اكتر انسانه في الدنيا، عايزه تشوفك احسن انسان في الدنيا، احسن منها. اعتقد الصوره بالكلام بتغني عن اي كلام. الصورة دي كانت هدية بالنسبة لي، يعني أحلى هدية جات لي بصراحة السنة دي، لأنها كانت مع ميدو وبعد وقت كتير قوي مر بيه، والحمد لله بعد كده حقق نجاحات وربنا رضاه. والصورة فعلا كانت حقيقية، لأني أنا كنت ساعتها بقول له ربنا رضاك، يعني أنت مبسوط وأنا مبسوطة لك جدا وربنا رضاك. فالحمد لله بشكركم جدا على الصورة دي أول حاجة، لأن هي فعلا جات لي مفاجأة وتعتبر هدية. وأنا بعبر عن كل أم، كلهم بره بيبقوا منتظرين أولادهم ومنتظرين كل واحد يأدي حلو وربنا يسترها معاه على سلامته. فدي حاجة يعني أنا حاسه كاني انا كل ام موجوده وكل ام بتشجع ابنها وبتيجي وراه. كابتن حشيش بيقول لك حلو اللون الاحمر بتاع النادي الاهلي. ربنا يخليك كابتن حشيش، ميرسي لحضرتك كتير. بنشجع اولادنا طبعا، فلازم نلبس اللون الاحمر، وبنشجع الاهلي وبنحب النادي الاهلي جدا الحمد لله. ناس كتير بتبص للصوره في المشهد الاخير، لكن ما بتعرفش التعب اللي على مدار السنين، نظام في البيت ودروس ومدارس، واعتقد بتبقى امور صعبه جدا. طبعا اكيد هو المشوار كله بيبقى صعب، بس لما بتمشي ورا ابنك وتحس ان هو عنده هدف وبيمشي وراه وبيحققه، وكل ما يحقق حاجه يعمل هدف تاني ويكمل وراه، انت بتبقى في ظهره على طول مهما نعمل. بنحاول ننظم له مواعيده ودراسته واكله وشربه ونومه وخروجاته حتى كل حاجه، وهو بيساعدنا ان هو بيحقق احلامه دي واحلامنا فيه. فالف حمد وشكر يا رب. ميدو بقى هادي في البيت ولا ميدو يعني بنشوفه في الملعب هادي؟ ميدو هادي ومتزن وبيضحك ويهزر ساعات كتير، ويعني الحمد لله شخصية متوازنة. فالحمد لله هو هادي وعاقل، دي أكتر حاجة أنا بحبها فيه، وصاحبي. نفسك تشوفيه زي مين؟ يعني بتحلمي تشوفيه زي مين؟ أعتقد يعني إنك بتلبس قميص النادي الأهلي دي مسؤولية كبيرة جدا. والله صعب تقول زي مين، نفسي اشوفه احسن حاجه في الدنيا كلها، ونفسي اشوفه اقول زي ابو تريكه، زي محمد صلاح، زي ما هو يحب يكون، انا هفضل وراه. دموع والدتك كانت غاليه جدا يا ميدو، اعتقد ان الدموع دي يعني هي دموع كل ام، ودايما بنقول ان الام هي جيشك وهي سندك وهي اغلى حد عندك واغلى حد عندنا طبعا كلنا امهاتنا. يعني في الاول طبعا برحب بالكباتن كلها في الاستوديو، كابتن اسامه حسني طبعا ولهم. يعني طبعا الصوره مش محتاجه اي كلام، طبعا زي ما الناس شافت هي الصوره بتعبر لوحدها عن مدى الحب طبعا من الام لابنها، وازاي هي بتبقى فرحانه له في اي وقت في اي مكان هو موجود فيه. يعني طبعا بشكرها، مش بشكرها على دلوقتي ولا على وقت الصوره ولا احنا دلوقتي فيه، لا ده على مدار سنين كتير جدا، يعني هي تعبت وقفت ورايا طبعا. فيعني عايز اشكرها من خلالكم قدام الناس كلها، اقول لها انا بحبها جدا يعني. شكرا يا ميدو، بنتمنى لك التوفيق، بنشكر حضرتك، ودايما نحتفل والدموع تكتر في البطولات باذن الله. يا رب باذن الله. ميرسي لحضرتك كتير قوي، شكرا ليكوا جدا جدا، والف مبروك الف مبروك. كابتن اسامه الام وقيمتها، الام وهي الجيش والسند، اعتقد هي بتمثل كل ام في المنظومه الرياضيه. طبعا هنروح بقى، انت عارف حافل التتويج يا كابتن اسامه، ومن جديد تعود الكلمه للزميل العزيز الكابتن اسامه حسني. بنشكرك شكرا جزيلا يا فاروق، اكيد يعني اولياء الامور وخاصه دور الام ليها دور مهم جدا، يعني يعني هي السند وهي صاحبه النجاح الكبير. وزي ما احنا شايفين دلوقتي مراسم التتويج دلوقتي، وايضا الحكام النهارده اللي عجبوني في لقاء اليوم، الكابتن احمد صبحي، الكابتن بسام مهران، كابتن محمود راغب، وعلى ما اعتقد برضو يعني اضافه للجنه التحكيم. في حاجات واماكن ومعارف بيروحوا نسيانهم سهل، والفرق في حبنا للأهلي إنه في نفس غلاوة الأهلي. اسأل على الأهلي وبطولاته هيقولك وسع للأرض، وكفاية على الأهلي إنه الأهلي نقطة ومن أول الصد. Yeah.
الصنع انتم جايين بعدينا احنا نهد جبال اسال يا ابني علينا الاهلي يزيد القاره واتقال واحد فيها بطوله يمين بطوله شمال كله على السكه وشغال الضربه الابيض بتشال الاهلي معلم اجيال مفيش تعب بيأثر فينا احنا تاريخنا بيحكي علينا الجماهير ملايين حوالينا بتشجعنا وبتقوينا احنا ملوك اللعبه احنا بنعليها احنا بدعنا الصنع انتم جايين بعدينا احنا نهد جبال اسال يا ابني علينا الاهلي يزيد القاره واتقال واحد فيها بطوله يمين بطوله شمال كله على السكه وشغال الضربه الابيض بتشال الاهلي معلم اجيال مفيش تعب بيأثر فينا احنا تاريخنا بيحكي علينا الجماهير ملايين حوالينا بتشجعنا وبتقوينا مبروك لقطاع الناشئين بالنادي الاهلي اكيد الفرحه حلوه والنهارده يوم سعيد والنهارده شايفين كمان جميع لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني والاحتفال مع اسرهم مع اولياء امورهم ودي لفته طيبه بنشكر كمان
يعني الكابتن صلاح علي المسؤول من اتحاد المصري لكرة القدم، مدير لجنة المسابقات لقطاعات الناشئين، على اللفتة الطيبة، ودي لفتة جميلة بنحييه عليها. نروح سريعا لملعب المباراة ومعانا زميلنا فاروق صلاح ولقاءات من أرض الملعب. اتفضل يا فاروق. شاشة قناه النادي الاهلي في كل مكان، مش سهل انك تيجي في يعني تنضم للنادي الاهلي، تلعب في فرقتين، تنسجم بسرعه، لعيب من اللعيبه اللي عندها شخصيه في النادي الاهلي، شفناه مع 2005، شفناه مع 2003، واحد من العناصر المهمه جدا اللي انضمت مؤخرا للنادي الاهلي، احمد خالد كباكا. كباكا برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي. مليون مبروك على التتويج ببطوله 2005، مليون مبروك التتويج ببطوله 2003. في اول اربع شهور ليك بتتوج ببطولتين مع النادي الاهلي، اعتقد بتدي لك قوه دفع للي جاي كتير جدا يا كباكا. طبعا فرحه ما تتوصفش، يعني اللي هو ثلاث شهور او اربع شهور يعني اللي انا اتوج ببطولتين، بطوله مع 2005 وبطوله مع 2003. صراحه يعني الفرقه الناس كلها دخلتني معاهم بسرعه، كابتن خالد بيبو بحب اشكره طبعا، طبعا كابتن علاء كان ليه دور كبير معايا، كابتن شرف لما طلعت برده ادانا الثقه كلنا، كل 2005 ادانا الثقه وقال لنا يعني ان احنا نلعب وما نخافش نلعب لعبنا، وده يعني بفضل ربنا الحمد لله. يعني كباكا كل اللي بيتفرج عليك وبيشوفك في الملعب بيقول ان كباكا ده مش غريب على النادي الاهلي، شخصيه النادي الاهلي الجميع بيشيد بيك باسلوبك بانسجامك مع الفريق. طبعا من اول يوم ما انا جيت هنا انا عارف الضغط هيبقى عليا، انا جاي برده جاي بفلوس وجاي من نادي وادي دجله، فحبيت يعني اثبت نفسي وادي المسؤوليه يعني الحمد لله. كباكا البطولة دي والبطولة اللي فاتت، الفترة اللي جاية ايه؟ يعني الجميع مستني كباكا، نشوفه ان شاء الله مع الدرجة الأولى، أحلامك طموحاتك، نفسك تبقى زي مين يا كباكا؟ طبعا نفسي أطلع فريق أول في أسرع وقت، طبعا مثل أعلى كابتن حسام غالي، يعني ما فيش أحسن منه طبعا الحمد لله. أعتقد كابتن حسام غالي واحد من أفضل اللعيبة اللي جم في تاريخ مصر في هذا المركز. تيشيرت النادي الأهلي بيمثل ايه لكباكا؟ طبعا هو تيشيرت تقيل على أي حد، بس كل ما انت لعيب بيبقى عندك ثقه في نفسك وكل اللي حواليك بيديك الثقه، كابتن خالد بيبو والاجهزه الفنيه واللعيبه حتى والاداريين، بيبقى الحمد لله الدنيا بتبقى سهله يعني. اشكرك يا كباكا ونتمنى لك التوفيق باذن الله يا كباكا. حبيبي كابتن اسامه، ده كان لقاءنا مع احمد خالد كباكا لاعب فريق النادي الاهلي مواليد 2005، اللي توج ببطولتين يعني مواليد 2005 و2003. مليون مبروك من جديد، تعود الكلمه للزميل العزيز الكابتن اسامه حسني. بنشكرك يا فاروق، شكرا جزيلا. كابتن حشيش، دكتور احمد خالد كباكا النهارده واحد من اكتشافات اللعيبه المميزه النهارده، بعد ما شفناه النهارده في الملعب والاسيست الاكثر من رائع واضافه كبيره برغم الفتره القصيره اللي انضم اليها النادي الاهلي. هو طبعا لعيب كويس وكان معانا لسه من قريب يعني في منتخب القاهره 2005، لعبنا دوري القطاعات وكان لعيب الحقيقه مميز يعني جدا ومفيش اختلاف عليه، يعني هو لعيب كويس في نصف الملعب، ديفندر محترم وفي نفس الوقت برضه بيلعب صانع العاب وبيشوط كويس، يعني لعيب بالحقيقه متكامل، وتنبأ له ان شاء الله باذن الله بمستقبل كبير، وان شاء الله نشوفه قريب يعني يتصعد بقى للدرجه الاولى ويشد حلو بالتوفيق ان شاء الله. هو قلب نفسه يعني لما جه النادي الاهلي اخد بطولتين في نفس الموسم، البطولات هتبتدي بقى هيبتدي ان شاء الله يعد بقى البطولات يعني. دكتور صامت، واحد من اللي عجبوك من اول دقيقه في المباراه؟ احمد خالد كباكا طبعا، يعني هو اصلا من اللعيبه اللي حطيناها في تشكيله الموسم السنه دي في قطاع الناشئين. يمكن لو نستعرض في الحصاد بقى يا كابتن اسامه لتشكيله الموسم، التشكيله دي انا هقول لحضرتك 11 لاعب مميز، ولكن برضو في لعيبه تانية هنديها حقها. التشكيل المثالي هناخده، بس هنروح سريعا ايضا لملعب المباراه وزميلنا فاروق صلاح ولقاءات ما بعد تتويج النادي الاهلي ببطوله الجمهوريه مواليد 2003. من جديد بجد تحيه بيك يا كابتن اسامه والكابتن محمد حشيش والدكتور احمد ثابت وكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. جوكر من جواكر النادي الاهلي، تحتاجه في اي مكان بيكون موجود، سواء في خط الدفاع، في خط الوسط، في خط الهجوم، واحد من اللعيبه اللي بيدي حلول كتيره جدا للكابتن محمد شرف. ومحمد وائل واحد من كباتن فريق النادي الاهلي. وائل ببارك لك على البطوله، مليون مبروك، تعب سنين كتير وعلى مدار الموسم مباراة صعبه وظروف صعبه، لكن انتوا كنتوا رجاله النهارده بتتوجوا ابطال لبطوله الجمهوريه. اكيد طبعا بمسي على كباتننا اللي في الاستوديو التحليلي والكابتن اسامه. طبعا الحمد لله تعبنا كتير كتير، بقى لنا 12 سنه بنتعب، السنه دي الحمد لله بادئين بقى لنا 10 شهور بنتمرن شغالين، الكابتن شرف والجهاز الفني كله تعب معانا، وكابتن خالد بيبو حب اشكر الجهاز الفني والجهاز الطبي وكله تعب معانا.
تعبانين من فتره طويله الحمد لله، وبدانا الدوري شغالين كويس وتعبنا في طول الموسم، والحمد لله ربنا ما بيضيعش تعب حد وعملنا اللي علينا، والحمد لله ربنا كفينا في البطوله في الاخر، حتى يمكن اتاخرت شويه بس الحمد لله ربنا كرمنا وكل تاخيره وفيها خير. محمد وائل واحد من اللعيبه اللي وقت ما يحتاجه الكابتن شرف في اي مكان بيكون موجود، يلعب في قلب الدفاع، تلعب باك رايت، تلعب في خط النص، في الهجوم، اعتقد كلها امور مهمه جدا، ومهم جدا يكون عندك اللعيب اللي بيلعب في اكتر من مركز. اكيد طبعا الثقافه التكتيكيه دي اهم حاجه في الملعب، والحمد لله كابتن شرف مديني الثقه، والحمد لله ده كرم من ربنا ان انا اقدر ادي في كذا مكان، وكابتن شرف مش مقصر معايا في حته، والحمد لله بيديني الثقه وانا بادي فيها الحمد لله. محمد وائل بقاله كام سنه جوه النادي الاهلي، ومين اللي كان جابك النادي الاهلي او اكتشفك في النادي الاهلي؟ انا بقالي 12 سنه، كابتن تامر حفني طبعا الكباتن كلها ليها فضل عليا، كابتن تامر حفني هو اللي اختارني من وسط الاختبارات، وبشكره جدا جدا وبشكر كل الكباتن اللي انا مريت معاها في التدريب. احنا جالنا دلوقتي الكابتن تامر حفني، برحب بيك يا كابتن تامر. طبعا محمد وائل بيقول لي ان الكابتن تامر حفني هو اللي اختارني من الاختبارات النادي الاهلي، ايه حقيقه الكلام ده يا كابتن تامر؟ ايوه حقيقي طبعا لعيب كبير، والحمد لله انا طبعا ببارك للنادي الاهلي على البطوله الثالثه، وطبعا وائل من ولادي، احنا عندنا بطوله زد، وبطوله زد الدوليه طبعا، دي بطوله طبعا كانت مهمه جدا، كان فيها مدارس مختلفه، وبرجع لوائل طبعا كلهم ولادي، حضرتك عارف ان انا اخترتهم وهم صغيرين كانوا معايا في البراعم، وبارك لهم، وائل ان شاء الله يبقى حاجه كويسه باذن الله ان شاء الله. ايه اكتر الامور اللي كانت لفتت نظرك في محمد وائل وهو في اختبارات النادي الاهلي؟ وبتتكلم في نقطه مهمه جدا ان انا مختار لعيب بيلعب النهارده هو في النادي الاهلي، انا اختار لعيب من الاختبارات، يعني اعتقد دي نقطه مهمه جدا يا كابتن تامر. الحمد لله، يمكن احنا كنادي اهلي بنختلف عن اي مكان تاني، بنشتغل على حاجه مهمه جدا، وهي ازاي الولد يكون ذكي وبيعرف يفكر، يعني هو صغير انا ما كان معايا في البراعم، انا اخترته عشان هو ذكي جدا وكان عنده رؤيه من صغره، فدي الحمد لله رب العالمين، يعني رؤيتي كانت صح والولد كمل اهو، ان شاء الله بقى نشوف الدرجه الاولى ان شاء الله. كابتن تامر، مجهود بوزل ايضا لقطاع البراعم، بنطمن على فرق الجمهوريه وشفنا السبعه والثمانيه والسته والخمسه والثلاثه والواحد، لكن بنطمن اكتر على البراعم، كابتن اسامه حسني لامس المجهود الكبير جدا اللي انتم باذلينه وممثل فيك يا كابتن تامر، بنطمن النادي الاهلي على المستقبل ايضا في مدرسه الكوره بالنادي الاهلي، انتوا عملتوا موسم اكتر من رائع هذا الموسم. الحمد لله طبعا، طبعا انا بشكر طبعا كابتن خالد على المجهود اللي عمله، وبشكر كل المنظومه اللي معايا في البراعم، تعبوا السنه دي كتير قوي وعملوا اختبارات السنه دي الحمد لله، والسنه الجايه يعني الموسم الجديد ان شاء الله هنعمل اختبارات، ويبقى في انتقاء تاني جديد للولاد، وان شاء الله هتشوف حاجه كويسه باذن الله في البراعم السنه دي باذن الله، وهتشوف لعيبه كويسه كده ان شاء الله تطلع للدرجه الاولى باذن الله. كرك يا كابتن تامر، واتمنى لك التوفيق، وائل لو هتهدي البطوله تهديها لمين؟ طبعا اولا الهديه للجهاز الفني واداره النادي الاهلي، ثانيا اللي تعبوا معايا جدا جدا احب اشكرهم، هم كل حاجه يعتبر في حياتي بعد ربنا، ابويا وامي واخواتي ضحوا عشاني كتير، والله العظيم عيلتي كلها تعبت معايا كلهم ضحوا عشاني، احب اشكرهم جدا جدا وهديهم البطوله من اول واحد لاصغر واحد فيهم، بشكر امي ووالدي واخواتي كلهم والله بشكرهم جدا وبهديهم البطوله. احنا بنشكرهم يا وائل، واحنا لامسين فرحهم لو يعني وفرحتهم معانا، واكيد ان هم النهارده فرحه كبيره مش ليك انت لوحدك، لوالدك لكل بيمثل كل اولياء الامور، لوالدتك اعتقد فرحه كبيره، وده تعب سنين مش تعب النهارده. حبيبي الحمد لله فاروق، بنقول الف مبروك لفريق 2003، الف الف مبروك، بطوله غاليه وبطوله مهمه، وبنشكر كل الناس القائمين على الفريق الجميل دوت، من اول الكابتن خالد بيبو والكابتن شرف الاداريين العمال، بصراحه بطوله جميله وعظيمه والفرحه حلوه، والف الف مليون مبروك، وفاروق النجم الكبير اللي هو اللي خلف الكاميرات، ولكن هو النجم العالمي بتاع النادي الاهلي، هو النجم الواحد بس هو النادي الاهلي، الام والاب دورهم كبير جدا ومهم جدا، بنقول للعيب يكون بر بوالديه، واعتقد دي نقطه مهمه جدا، ومحمد واحد من الابناء واللاعبين اللي يعني بيقدر هذا الامر. الحمد لله بفضل الله، والله ده نعمه كبيره قوي عندي، هو ما شاء الله بر بينا جدا جدا، وبدعي ربنا انه يساعده ويرضيه، لانه بجد بجد نعمه لابن والله، ومتفوق وبيشتغل على نفسه كتير وبيتعب كتير والله، ربنا ان شاء الله يكافئه وهيرضيه، وانا راضيه عنه كل الرضا والله. ربنا يحفظه ويبارك لكم وتشوفوا احسن لعيب في الدنيا ان شاء الله. حبيبي يا روح، بشكرك جدا على اللقاء الجميل ده يا روح. حبيبي يا فاروق. ايوه كابتن اسامه، مستمرين، انت عارف الفرحه مش مقتصره فقط على اللاعبين ولا مقتصره على الجهاز الفني، لان في دور كبير جدا لاولياء الامور، ودور كبير جدا لكل اسره بذلت مجهود على مدار الموسم، اعتقد النهارده هم شركاء في هذه المعادله، شركاء في النجاح، الفوز مش للعيبه بس، الفوز لكل فرد قدر ان هو يوصل اللاعب لهذه المرحله. مليون مبروك، ومستمرين معاك طبعا يا كابتن اسامه، ومن جديد تعود الكلمه للزميل العزيز الكابتن اسامه حسني. واحدة المتميزه دي من اول بدايه المباراه حتى في لحظات تتويجه، كل اللقاءات اللي عملتها مع اللاعبين مع الاجهزه الفنيه
مع ايضا اولياء الامور، فكانت تغطيه متميزه من زميلنا فاروق صلاح كالعاده. يعني اكيد موسم اكثر من رائع للنادي الاهلي على كل المستويات، سواء في قطاع الناشئين، في العاب الصالات، كمان في كره القدم. تمناها ان شاء الله الاستمراريه، وكمان يكمل الموسم على خير فيما تبقى ان شاء الله في بطولات باقيه. ايضا كمان بشكر ضيوفي اللي كانوا ايضا نجوم الاستوديو التحليلي اللي كانوا دايما معانا من اول مباراه في الموسم، كابتن محمد حشيش والدكتور احمد ثابت، اللي كانوا دايما بيذاكروا ودايما بيسالوا، وفي تواصل مع الاجهزه الفنيه وايضا مع الاجهزه الفنيه الثانيه، عشان دايما يكون عندنا مصداقيه في تحليلنا لكل المباريات. ودايما كان في تغطيه اكثر من رائعه من الكابتن محمد حشيش والدكتور احمد ثابت. النهارده يعني بشكرهم شكرا جزيلا. بشكرك شكرا جزيلا كابتن حشيش على الموسم الرائع، وكمان أشكرك على التحليل المميز، ودايما كنت بتحط التفاصيل، ودايما اللاعبين يعني كنت بتذاكر قبل كل استوديو. ايوه يعني. طبعا انا طبعا فخور ان انا موجود معاك يا اسامه، وموجود مع احمد قاسم مشترك على طول في جميع الحلقات من اول حلقه اتعملت من كام سنه يعني، ودي حاجه جميله. برنامج مميز وبرنامج فريد من نوعه في الوسط كله، بيضيف سعاده كبيره جدا جدا للاعبين الاشبال والبراعم واولياء الامور، وحاجه جميله جدا ان هم يتعودوا على برضو اللقاءات التلفزيونيه والماتشات بتذاع من هم صغيرين، عشان لما يكبروا يبقى بالنسبه لهم الموضوع عادي. مبروك طبعا للنادي الاهلي، واهم حاجه النهارده كان التتويج الجميل دوت اللي بص فرق جدا جدا السنه دي مع الناس كلها ومع اولياء الامور، والناس كلها كانت فرحانه، وطبعا كله هيسجل الحلقه بتاعتنا دي عشان تفضل في التاريخ موجوده يعني باسمه، ويقول على البطولات اللي خدها حتى وهو صغير. بشكرك وبشكر احمد، وان شاء الله باذن الله نتقابل بقى في الموسم اللي جاي باذن الله ان شاء الله. احنا بنشكرك شكرا جزيلا كابتن حشيش. ايضا الشكر للدكتور احمد ثابت برضو اللي كان دايما على طول بيذاكر قبل اي استوديو تحليلي، ويقعد يسال ويتابع ويدور على التفاصيل، بنشكره شكرا جزيلا. شرفتنا ونورتنا يا دكتور ثابت، وكان موسم اكثر من رائع للنادي الاهلي. بالتاكيد شرف ليا التواجد مع حضرتك كابتن اسامه وكابتن محمد، اضافه كبيره ليا السنه دي وتواجدي في الاستوديو استاد الاشبال، ده الاستوديو الوحيد في جميع القنوات اللي بيتحلل مباريات الناشئين، فبالتاكيد اضافه كبيره ليا وشرف ليا التواجد معاكم. وحابب ان انا برضو اتوج اقول التشكيله المثاليه لفريق النادي الاهلي كله، يعني لجميع الفرق. هقول لحضرتك 11 وهقول لك الكل اسم مميز برضه، عشان نبقى عملنا في ختام الموسم يبقى كل لاعب برضه، يبقى احنا طلعنا فدنا من البرنامج هنا كمان النادي الاهلي ومارسيل كولر ان هو يقدر يتابع الاسماء دي. طب يا ريت لو طبعا الدكتور احمد ثابت محضره نعرضه برضه على الشاشه وهو بيتكلم. اتفضل يا دكتور معانا. حراسه المرمى انا بشوف افضل حارس السنه دي مصطفى مخلوف. افضل حارس اللي هو مواليد 2003، كان في عمر كامل في 2006 كان هايل، اياد تامر برضه في 2007، يوسف صنديد في 2008، محمد اشرف كوتو في 2001 مقدم موسم كويس، لكن الافضل فيهم الابرز كان بصراحه مصطفى مخلوف. بالنسبه للمساكين افضل اثنين مساكين معتز محمد في 2005 مسجل 6 اهداف، واحمد عابدين في 2006. ممكن ابراهيم عبد الحكيم 2003 برضه عمل موسم كويس، اياد مدحت في 2007 عمل موسم كويس. بالنسبه للباك اليمين يوسف جمال في 2005 ده احسن باك يمين صنع 5 اهداف، يليه جلال فارس في 2001. الباك ليفت افضل باك ليفت السنه دي في قطاع الناشئين هو كريم الدبيس مسجل 5 اهداف، يلي امير علاء الباك ليفت بتاع 2006. نيجي للاثنين الارتكاز، احسن اثنين ارتكاز السنه دي احمد خالد كباكا اللي احنا شفناه النهارده 2005 ده اكتشاف، وبعد كده ابراهيم عادل اللي عامل 12 اسيست السنه دي في دوري 2006. الاثنين دول هايلين جدا. ممكن نحط فارس خالد 2005 اللي سجل 8 اهداف هداف فريق 2005، يوسف اسلام في 2006، حمزه الدجوي ارتكاز دفاعي مميز في 2008 مسجل 5 اهداف، يوسف سيد عبد الحفيظ برضو اكتشاف واحد من الاكتشافات الموسم السنه دي مع فرقه 2005. صناع الالعاب الاجنحه احسن لجنحة. جناحين في السنه دي عمر سيد معوض في 2006 وعبد الرحمن مانو في 2008، دول افضل جناحين. عمر سيد معوض برضو في احمد اشرف في 2003 مسجل 6 اهداف، مصطفى بهجت وحازم عاشور في 2007 مسجلين 10 اهداف، محمد عبد الله مسجل 5 اهداف وعامل 4 اسيست، سيف ايمن في 2005، ميدو اسامه السنه دي مستواه تطور بشكل كبير ومسجل 5 اهداف مع 2003. نيجي لمركز صناعه الالعاب، حازم عاشور ومصطفى بهجت دول على الاطراف والسيف ايمن. في صناعه اللعب محمد رأفت في 2005 لانه تالق مع 2005 جايب في مع 2005 من هدافين الفرقه جايب 7 اهداف، ومع 2003 مسجل 6 اهداف. يليه بلال عطيه
احنا حاطين محمد رافض كصانع العاب لانه السنه اللي فاتت كان بيجي من تحت، هو السنه دي توظف كراس حرب اكتر. بلال عطيه في المواليد 2008 ده مسجل 8 اهداف، يوسف عفيفي برده في 2005 مسجل 7 اهداف. اما راس الحربه افضل 3 راس حربه السنه دي طبعا بلا جدال رقم 1 محمد عبد الفتاح تاحه اللي هو مسجل 22 هدف، يليه حسام عادل اللي بياخد هداف الدوري برده في 2006 جايب 18 جون حسام عادل، يليه علي عمرو مهاجم 2001 برده واحد من الهدافين في الدوري السنه دي. عارف نصيب الاسد مين في الاعمار دي كلها اللي خد يعني معظم اللعيبه 2005 9 لعيبه و2005 فعلا فريق مميز. وانا بشكركم شكرا جزيلا، يعني دايما بتشرفونا وبتنورونا وبنستمتع دايما بتحليلهم من كابتن محمد حشيش والدكتور احمد ثابت. قبل ما نختم مع حضراتكم النهارده ان شاء الله في مباراه مهمه جدا، المباراه الفاصله لنهائي كاس مصر طايره رجال بين الاهلي والزمالك. ان شاء الله الاستوديو التحليلي هيكون الساعه 8:30 على قناتكم المفضله قناه النادي الاهلي بصحبه الكابتن هيثم السعيد. ان شاء الله تابعوا قناه النادي الاهلي كل الدعوات لفريق الطايره، كل التوفيق ليهم ان شاء الله، ويكون كاس مصر من نصيب النادي الاهلي. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وكده وصلنا نهايه الاستوديو التحليلي. نشوف دايما حضراتكم على الف خير ودايما متجمعين على الانتصارات ودايما النادي الاهلي رقم واحد.